تحفة هدية اليوم اللي تتوافق مع غرة ماي لاحتفال بعيد شغل أمام مجلس تأسيسي. نشوفوا اللي كلها يعني أنصار حزب العمال. شنو هي أهم المطالب اللي ترفعوها اليوم وعليش اليوم بالذات؟ هو اليوم عيد الشغل العالمي، عيد العمال العالمي. نحن نعبر عن انحيازنا للعمال، انحيازنا للشغالين، انحيازنا لكافة أبناء الشعب. ونحب نقولوا أن الشغالين وولاد الشعب هم المتضررين من السياسة بتاع الحكومة هذية، من الاختيارات بتاع الحكومة هذية اللي قاعدة توصل فيها، وهي نفس الاختيارات بتاع المخلوع، نفس الاختيارات بتاع بن علي. وحبينا وجينا للمجلس التأسيسي لنا باش نقولوا أن زاد المجلس التأسيسي راهو مش حل، هو زاد ومش جزء من حل. اليوم راهو المجلس التأسيسي ولا جزء من الأزمة. اليوم المجلس التأسيسي فشل في أنه يقوم دوره في صياغة الدستور، في الأعداد الدستور، وفي أعداد انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة. واليوم اللي قاعد يغلب على المجلس التأسيسي هو تجاذبات سياسية من ناحية، ولهث وراء المنح والامتيازات المادية من ناحية ثانية. اسمع ذوقونا ولدي المرار، جبت لهم الدفله، ان شاء الله